مشاهدي قناة كامبوس ماروك تي في، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. للمشاركة في برنامج زمالة المحترفين يمنح هذا البرنامج الممول بالكامل المتخصصين من الجزائر ومصر والمغرب وتونس الفرصة للسفر للولايات المتحدة لمدة 6 أسابيع وإكمال زمالة في مجالات تخصصهم وبناء علاقات دائمة مع محترفين آخرين من أنحاء المنطقة. أطلقت جامعة UMEF السويسرية بجنيف برنامجا للمنح الدراسية لسلك الماستر في القيادة. برنامج المنح الدراسية هذا مخصص حصريا لجميع الطلبة المنتمين للجامعات في إفريقيا. نظم المكتب الوطني للأعمال الجمعية الاجتماعية والثقافية يوم 3 مارس 2022 بالحي الجامعي لأجدال اجتماعا تنسيقيا لندوة مديري الأحياء الجامعية، والتي تمحور حول سير الأحياء الجامعية خلال الفصل الأول من هذه السنة الدراسية، تقديم عرض حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتتماشى هذا الاجتماع مع المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. في إطار التحضير للمناظرات الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عقد يوم أمس الأربعاء 2 مارس 2022 اجتماع تشاوري بين جهة الدار البيضاء ستات والجامعات الست على مستوى الجهة بحضور السيد عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات وأعضاء المجلس الجهوي بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة وكذا رؤساء المؤسسات الجامعية الست في الجهة، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة الحسن الأول بستات وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية بالدار البيضاء وجامعة موديابوليس الخاصة. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة إطار العمل المشترك لتفعيل شراكة ناجحة لتنمية الجهة بالاستفادة من دعم المحيط الجامعي بمن يحتويه من مكونات هامة ومتنوعة وضرورية لتحقيق التنمية. نهاية موجز الليلة، إلى اللقاء.